على الرغم من الصور المتكررة هذه، إلا أن النظام في طهران لم يتردد في إيقاف دعمه لنظام الأسد في لحظات كانت الأحرج لبشار الأسد ولطهران نفسها التي لم تتوقع أن حليفها في دمشق يترنح. دفعت طهران بأذرعها التي تربت على عينها، فدفعت بما يقارب 10,000 عنصر بحسب الخارجية الأمريكية في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومثلت الميليشيات الموالية لطهران أداة النظام الأسدي في استهداف السوريين. التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية جاء على ذكر الدور الإيراني المزعزع لأمن منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن إيران كانت الشريك الأكثر موثوقية لدمشق على مستوى الدعم والإمداد. فبحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، فإن طهران أنفقت على الحرب في سوريا دعما للنظام ما يقرب من 5 مليارات دولار عبر خطوط ائتمان، وأكثر من 10 مليارات كتمويل مباشر منذ عام 2012. ولم يتوقف دعم نظام الأسد على المال والرجال، بل تعدى إلى الدعم المحرم دولية والمتمثل في أسلحة كيميائية وقعت طهران من خلالها بالأحرف الأولى على سجل ذكريات الشعب السوري. ولقد كان لدفع إيران لميليشياتها الدور الأبرز لظهور ما يسمى بتنظيم الدولة، ما غذى الصراع لاسيما بعد أن دخلت ميليشيا حزب الله على الخط، وهو ما كان له كبير الأثر سلبا بالنتيجة على حياة المدنيين. وإذا كان النظام هو الفاعل الأصلي في هذه الجرائم، فإن طهران بلا شك شريك رئيسي لا يمكن أن يعفى من العقاب. وإن كان النظام قد عوقب ولا يزال من خلال قانون قيصر الذي أقره البرلمان الأمريكي، فإنه شجع كذلك بعض الدول لملاحقة النظام ورجاله، وكان آخرها هولندا التي أعلمت النظام أنها ستحاسبه على انتهاكاته، خطوة يراها المراقبون أنها الأهم، حيث قد تفضي إلى مقاضاة النظام أمام محكمة العدل الدولية، مع ما يمثله من خطوة متقدمة في سبيل تخطي العقبات التي تواجه المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة في سوريا. مع ذلك، فإن كان النظام السوري ذاهب لا محالة لمحكمة العدل الدولية، فعليه أن يصطحب معه شريكه في كل جرائمه.